نعم. يقول: هل يؤخذ منه دليل على استخلاف الإمام عندما يخرج من الصلاة بسبب نقض وضوئه؟ نعم، هو يستخلف، لكن الأحوط أنه إذا سبقه الحدث وانتقض وضوءه أن الخليفة اللي بعده يأتي بالصلاة من أولها، استأنفها من أولها، لأنها بطلت صلاة الإمام فلا يبنى عليها. وأما إذا خاف من الحدث ثم قدم من يصلي عنه قبل أن ينتقض وضوءه فلا حرج في ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.